منح المركز الإفريقي للذكاء الاستراتيجي الذي يوجد مقره في داكار جائزة السلم والأمن 2020 للبروفيسور محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية ورئيس المنتخب للفيدرالية الإفريقية للدراسات الاستراتيجية. وقال المركز إن إدارة الجائزة قررت منح هذه الجائزة جائزة السلم والأمن 2020 للبروفيسور بن حمو اعترافا بأهمية أعماله ووجهة نظره ضمن ثلة من الخبراء في القضايا الاستراتيجية والأمنية. معنا الدكتور محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية. مساء الخير بروفيسور. مساء الخير عبد الله. يعني دكتور بن حمو شهادتنا في حقكم يعني مجروحة كما يقال، نحن للأدرى بقيمتكم العلمية الأكاديمية والتحليلية أيضا لكافة القضايا الأمنية والاستراتيجية، فبداية ألف مبروك. ثم يعني كيف جاء هذا الاعتراف وما أهميته بالنسبة لكم وللمغرب أيضا الذي تمثلونه؟ أكيد بأن هذا الاعتراف يعني جاء بالنسبة لي من كشهادة واعتراف من زملاء خبراء أفارقة، وجاء كذلك كتتويج لمسار 25 سنة من الاشتغال حول القضايا الأمنية والاستراتيجية بالقارة الإفريقية والعمل من أجل السلم والأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية. أكيد بأن يعني هذه الإشارة هي قوية وتؤكد من وجهة نظري ومن خلال شخصي يعني المتواضع هو اعتراف لمكانة المغرب ولدور المغرب وكذلك لكل ما قدمه ويقدمه المغرب لفائدة الأمن والسلم بالقارة الإفريقية. أكيد بأن يعني خبر منح هذه الجائزة اليوم كان سارا، لأنه أعادني إلى الأعمال التي أنجزت خلال يعني أزيد من عقدين الأخيرين لفائدة الأمن والسلم والاستقرار بالقارة الإفريقية، وكذلك إلى الجهد الكبير الذي تم إنجازه في وقت كانت القارة الإفريقية مغيبة عن الفكر الاستراتيجي وعن الفكر الأمني ومغيبة كذلك عن يعني العمل داخل قضايا تهمها هي بالأساس. فهو يعني بالنسبة لي حافز ومحفز جديد للاستمرار في العمل وأن أكون دائما يعني في خدمة وطني ومشرفا لوطني حيثما يعني يمكن أن أتواجد وأن أساهم. وأنتم أهل لهذه الثقة وتستحقون كل تقدير وتنويه أيضا جوارا. مبروك بروفيسور، نتمنى لك الأفضل دائما، نحن فخورون بك. شكرا لك جوهرة، وأنا كذلك سعيد وفخور بأن أكون ضمن فريق ميدي أن تي في. أهلا بك. أهلا بك دكتور بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا.